الزينة دي عند مين يا ما؟ ما ترد يا ما عند مين؟ عند سباح؟ ما ترد عليا! اهدى يا ابني، اهدى، ما تعملش في روحك كده. البنايه ما تستاهلش منك اللي انت عملته فيها ده. ذبحتني بسكينه الماوي يا امه. معلش يا ضنايا، هي عملت كده عشانك، عشان بتحبك، وانت نفسك عارف انها ما بتطقش اللي اسمه شوقي ده. بس يعني البنايه ما لقيتش حل تاني انها تخرجك من السجن غير انها تعمل كده. يبقى المفروض اننا نشكرها. بتعملش زي اللي كسر المنبه عشان صحها. حتى الحاجه الحلوه، حتى الحاجه الحلوه في الايام المره اللي احنا فيها دي رتعبت. رتعبت. كل شيء اسمه النصيب. مش كل حب بينتهي لازم نموت بعده. قادر يا قلبي على الفراق، ما يهمنيش بعده. وياك يا قلبي تنكسر، صدقني هو اللي خسر. وكفاية انه خلاص قدر ينسى اوام وعدو. ومحدش مات من الفراق لما فارق حبيبه، اعتبره ماضي خلاص ومات. وانسى يا قلبي وسيبه، صدقني هو اللي خسر. عبدالله، كنت محتاجك تسمعني. اسمعك؟ والله العظيم، والله العظيم كان غصب عني. على فكرة احنا وقفتنا دلوقتي دي غلط. انت مكتوب كتابك على واحد خيره عليا، دفع لي فلوس وخرجني بالسجن، وقصادها خدك مني. بس انا عملت كده عشان اخرجك من السجن. يا ستي كنت تسيبيني محبوس، اهون عليا من انك تبيعي نفسك لشوقي. ما كانش في قدامي اي حل تاني. حل؟ حل ايه؟ حل ايه اللي يخلي الواحد يختار ما بينه انه يموت محروق ولا يموت مشنوق؟ ما هي موته والسلام. حل ايه اللي يخليك تبيعي نفسك لواحد وانت عارفه انها هتعيش معاه في سجن؟ سماح، انت ظالمه، انت مش مظلومه. لا انا مظلومه. لا انا عملت كل ده عشانك. ما تقوليش عشاني. انت عملت كل ده عشان خاطر الفلوس.
ملعون ابو الفقر اللي يعمل في الواحد كده. بص يا سماح، اسره كويس اللي انت وقفتيني الوقفه دي، انت تنسيني خالص. انا بعتبرك بالنسبه لي بضاعه اتقلبت مني ورخيصه قوي.